مع بداية حلقة جديدة من حلقات برنامج حياتها، ورحب بكل مشاهدين الذين انضموا لمتابعتنا على قناة DMM الفضائية. مرأة عدوة المرأة النظرية. عدوة نفسها وعدوة المرأة. لا لا، المرأة عدوة المرأة في العمل، المرأة عدوة المرأة. إيش رأيكم في الموضوع؟ في الغالب نعم. ماذا ترغب؟ كده عاملينها بالترتيب. هل بتشاركي بمصروف البيت من راتبك؟ حلو ان المرأة والرجل يتشاركون في المصروف احيانا.